ما كان لله دام واتصل في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. المتحابون في الله لا ينقطع لقاؤهم بالموت، بل تبقى أرواحهم في تلاق كما كانت أجسادهم في اعتناق. هذا الشيخ عبد الله بن عامر العيسري كان له صاحب زين، توفي الزهيري. أنا هذا الكلام يعني اتضح لي من خلال رثائه له، ومن خلال المعارضة التي عارض بها الشيخ سعيد بن خلف الخروص رحمة الله عليه مرثيته. يقول كلام الشيخ سعيد بن خلف أوضح، يقول خلين الزهير بعد أن توفي يبدو أن الشيخ عبد الله رآه في الجنة في المنام، فقال له يقول لو تركتني حيران صبا هائما أرعى نجوم الليل في مسراها وأردد الزفرات من قلب به نارا تسعر جمرها ولظاها، أولم تعاهدني بأن نمضي معا نهدي لنهج الحق من قد تاها، ونعيد للأرض اليباب نضارها ونبدد الديجور إذ يغشاها، حتى إذا ما كنت مثل البدر في ليل التمام ضياه ليس يضاها، آذنت بالترحال لم تحفل بأن يبقى خليلك في غمار دجاها، فاغبرت الخضراء بعد رحيلكم إن كنت سر نضارها وبهاها، إلى آخر ما قال. لكنني رغم الخطوب سأنتظي لجج الصعاب وأكتوي بلظاها، يقول لا أنثني حتى يطاع الله في هذه البسيطة راجيا عقباها. الشيخ سعيد بن خالد لما وقف على القصيدة أعجبته، قشلت القصيدة فهاجني معناها وتلوتها فارتحت في مغناها، لما رأيت إخاء أرباب الوفا ملأ القلوب مطيعة مولاها، خليه قد ملأ الهدى قلبيهما فتمليا شعب الهدى يغشاها، وتعاهدا ألا تلين حصاتها، إلى أن قال لكنما ريب الميمون عدا على أحد الصفيين الملم رداها، فارتاع من هول المصيبة خله وغدت مآقيه تصب دماها، حتى انبرى لرؤاه نوما، يعني هذه الإشارة واضحة، فانبرى بسؤاله صقل العقول صفاها، ماذا لقيت أخي؟ فقال منعم في دار خلده طاب من يلقاها. فحتى في المنامات بينهم تواصل وتراسل، ثم في الآخر ربنا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.